صباح الخير، صباحكم فيفي وطماط المسلق مع النوز. وينك يا شعب العزيز، يا شعب تونس العزيز؟ توحشتكم برشا برشا، يا شعب الثورة، يا شعب المزيان، يا شعب الزوالي. يا نار يا نار على تونس، تتصوروا الفلفل والطماطم ولو أغلى من الورد والياسمين؟ يا ديني، كيلو الفلفل، كيلو طماطم، كيلو طماطم ب3000، 3 دنانير. وعلاش؟ شنو ولات؟ ولا تحوز صادوا في البحرة؟ يا واخذي يا قلي، يا حبيني يا حبيني على تونس الخضرة، ما عادش فيها خضرة. مهيش تو يعجبكش، يعجبكش تو احنا التونس يشري في المطماطم بـ1 يورو الكيلو، واحنا في فرنسا نشوفه بـ1 يورو، وساعات كي تغلى بـ2.50 يورو، واحنا بصراحة خارج علينا، احنا نخصو في 2000 يورو، وما مسكنات الدخل المتوسط مهيش حتى 250 يورو، مهيش حتى 400 و500 الف الدخل المتوسط في تونس. علاش هالشماتة في الشعب التونسي؟ عليه ما عادش ياكل طماطم، ما عادش يذوق طماطم، وخاصة أن الكوجينة التونسية، المطبخ التونسي يعتمد أساسا على الطماطم. احنا المطبخ التونسي مثل المطبخ الإيطالي، يعتمد برشا على الطماطم. عليه قدك كل شربة كفنية، الشربة هذه الأخرى قدك شربة، شربة كيفاش باش تعملها بيضة الشربة؟ شو الهبال هذا؟ شنو الواحد هذا؟ شنو الهبال؟ تصوروا الشعب التونسي عايش في ظروف صعبة على الاخر، الأسوام كلها خيالية، أسوام أوروبية، ومش عايش في نفس الموضع، ماهوش في نفس الظروف كأوروبا. معناها الطماطم احنا نشرو فيها بـ1 يورو، بـ1.50 يورو، والتونسي زاد يشرو فيها بـ1 يورو في البلاد متاعو، في 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 بلادو. سي انكرويابل. هذه بصراحة شماتة، هذه بصراحة شماتة في 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 الشعب التونسي. الشعب التونسي عايش في ظروف صعبة للآخر، وفي ظل أسوام أوروبية خيالية. كيف نوع هذا الشعب التونسي بطل، هذا ديبغويار. تتصوروا معناه يعيش avec très peu de moyens، وعايش معناه في 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 نيفو دو في، معناه نيفو دو في أوروبي. هذا بصراحة شو نقول لك، هذا ما شعب بطل، ما معناه سورفيفون، معناه حاج، معناه قاعد يعيش او دي سو دي سي مويان. ما يزيش الغلاء والفقر والشمنطر والعلامة التونسي، زيدنا الحقرة، الحقرة والاستفزاز. هذه مريم الدباغ ما نعرفش من خرجت، قالت لك حتى الطماطم تكون الكيلو بـ100 ألف ولا حتى بـ200 ألف نشريها الكلب دي شانيل. والله حبست لي عقلي، هذه استفزاز للشعب التونسي، استفزاز للتونسي المتوسط. والكلبة هذه بالله قولوا لي خليقة ولا صنيعة؟ الكلبة هذه خليقة ولا صنيعة؟ باش كيفاش تاكل في الطماطم هذه؟ والله احنا في فرنسا قبل ما شفت كلاب ما شفتش حتى كلب ياكل في الطماطم. ما تقوليش امها حمارة وباها جربوع، لا اصل لا فصل. شو نقول لك يا مريم، ربي يهديك بصراحة، يعطيك كلب يا ام لهب. وش وصيك، وصيك وصية كبيرة عليك الكلبة هذيك شانيل، بلي تلهبها تلهبها وكلها برشا طماطم، على خاطر هي الوحيدة الزايلة بكنا، هي الوحيدة اللي مازالت تحبك في تونس. ونوصيكم يا توانسة بالله بالله بربي 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 بربي، ما عادش تسميو مريم حاجة هالاسم هذا. مريم مريم، وفماش مريم تخرج في التلفزة ما تعملش فضيحة. هذه مريم بين مولاهم قالت لكم اموتوا فتفتوا انا الملكة، وهذه مريم الدباغ قالت لكم جو فوزو مار دو توس، والكلبة متاعي تاكل طماطم وانتم ما تاكلوش. استغفر الله العظيم. بعد كل هذه المأساة وكثر الهم يضحك، واحد يفهم الآن الحراقة، الحراقة علاش يحرقوا الحراقة. بصراحة عندهم 1000 حق، على خاطر هذه الدولة، شبه الدولة، شبه دولة العجوز التسعين، عاجزة باش توفر المرافق الأولية للشعب التونسي. بطبيعة شباب التونسي شباب ذكي، يعرف ما فيش حتى أمل في هالدولة وفي هالبلاد، وحرق ومات في جرة الحرقة. بصراحة الله يرحمهم، الله يرحمهم، توفاوا الكل. وجماعة اللي مازالت تحب تجي، مرحبا بيكم، مرحبا بيكم، اجي وتشبعكم طماطم وراس امك العزيزة، وراس امك العزيزة ما تاكل طماطم صباح وليل. اما اسمعوني مش توانسة كل فرحان بيكم، فما نعرف توانسة متجنسين متفرنسين ما عادش تعرفهم توانسة. هذه فاطمة مسمية روحها فرنسين، واحدة نعرفها قالت لك ووه شنو الحكاية هذي، شنو الحراقة هذي، خالتين علينا حتى الأوروبا، شنو هالغزوات، بس إيه كده ارتحت منهم من المالكة متاحهم الخروط متاحهم، توا خالتين علينا. قسم على الله يا ربي، تصيلي في الانتخابات القادمة الفرنسية، تصيلي ننتخب مارين لوبان اكستريم دروات. والله
وإذا نحكي لك حكاية بالحق عشتها. أما أسمعني، ثم تعرفتوا شنو أوجه الشبه بين فاطمة فرنسين وبين كلبة مريم الدباغة اللي تاكل في الطماطم؟ عرفتوا أوجه الشبه؟ بأوجه الشبه فما كان الكلب ما ينكر أصله. وبطبيعه اذا عجبكم الفيديو ما تنساوش لايكي وشاركوا ابونيفو على ماشين يوتيوب امل بنز شانيل. وبطبيعه اللي يحب يسب واللي يحب يشتم الله لا تربح، الله لا تربح وتوريه نهار باهي.